وقت خرج من الريال وصيب الريال قلت تلك الدقيقة السبعة بالفانيلا رقم سبعة تلك الدخلة لماتشات الريال مدريد وقتها لم أنسى قلت سيندم مدريد صحيح فاز ولكن ليس ريال أيام رونالدو ليس أهداف رونالدو تصوروا وتصور بيريت أن رونالدو مات كرويا في 35 سنة ما زال رونالدو فيه الخير في 35 عام ما زال رونالدو قادر على المزيد 35 عام توهج ما بعده توهج نجمة برتغالية تتلألأ في سماء الكرة الإيطالية حاليا بعد أن كانت ذوايا في البرتغال في إنجلترا وفي إسبانيا تتشعشع الآن في إيطاليا كريستيانو رونالدو 64 هدف في 73 مباراة في سن 34 و35 سنة منذ قدومه لليوفي اون جرانديسيمو سير 7 يواصل التألق يا سادة كريستيانو رونالدو في 2020 سجل 33 هدف بقميص اليوفي أرقام فلكية من 70 عام لم تحصل في الكرة الإيطالية الأسطورة الفينومين الظاهرة كريستيانو رونالدو أنا هنا لا أجامل هنا لا تكلم في طور الموازنات بين الدون وبين ميسي لا الأرقام تتكلم هذا هو الأسطورة التي لن تموت في عالم المستديرة يا سادة أرقام مرعبة جدا في 35 سنة هذا السيد يسمح لنفسه أن يسجل 71 هدف على 94 مباراة مع اليوفي في أقوى دفاعات الدنيا وزراء الدفاع الطليان هذا السيد يحسب لنفسه أن يبقى في القمة مسجلا 102 جول على الصعيد الدولي مع البرتغال في 168 مباراة على بعد 7 أهداف فقط ماين 7 على علي داي 109 الهداف التاريخي المونديالي على مستوى المنتخبات علي داي 109 مسألة وقت يا ابن إيران اللقب سيخطف والرقم سيضرب بل سيركل في التاريخ أعتقد أن رونالدو مع اعتزاله سيصبح الأسطورة التي لن تعوض والهداف الذي لن يلتحق به أحد إلا ممكن بعد قرن وقرن ونصف أي خرافي أي فلكي هو رونالدو كريستيانو الرهيب رونالدو العجيب 35 سنة مواليد فبراير 85 بدأت الحكاية وتولد الأسطورة كريستيانو رونالدو ليفسخ كل الأرقام وليصنع لنفسه أرقام تخصه وبخصوصية الدون دون الملاعب وملك الكرة رونالدو يتقدم الهجوم ويمشي كريستيانو والرونالدو أول شوط على المرمى بدأ رونالدو طريق لاجرينتا بدأ كريستيانو طريق التريبونتي لا يوفنتوس ماما ميا كي جي رونالدو وقت خرج من الريال وسايب الريال قلت تلك الدقيقة السبعة بالفانيلا رقم سبعة تلك الدخلة لماتشات الريال مدريد وقتها لم أنسى قلت سيندم مدريد صحيح فاز ولكن ليس ريال أيام رونالدو ليس أهداف رونالدو تصوروا وتصور بيريت أن رونالدو مات كرويا ولكن 73 مباراة في الدوري سجل فيهم 64 جول في سنة في 2020 سجل 33 هدف رقم لم يتحقق في الكرة الإيطالية من 70 سنة هداف الدوري هذا العام وسيكون أكيد الكابو كانونياري في 35 سنة ما زال رونالدو فيه الخير في 35 عام ما زال رونالدو قادر على المزيد ماكينة رونالدو غدار رونالدو قناص رونالدو ذيب رونالدو هذا ليس إنسان هذا ذئب بشري يتحول في كرة يفتكها ولكن الحارس يخلص الوضعية دراغوفسكي كريستيانو الأشهر في العالم أشهر كريستيانو في التاريخ سيد الهدافين أكثر من 750 هدف رونالدو اليوم وغدا رونالدو البارحة واليوم وغدا رونالدو الماضي والحاضر وأيضا المستقبل كرة طريق رونالدو ما شاء الله رونالدو اللياقة البدنية أين يدافع رونالدو شفناه يمين شفناه يسار رونالدو كريستيانو ممتاز يرجع الصاروخ كما كان المراوغة يقرب رونالدو والأروع كريستيانو رونالدو النسخة الأصلية الوحيدة بالعالم
لا تقبل نسخة كربونية في هذه الأجيال الكروية. مدمر الأرقام العالمية، النجمة البرتغالية الخيالية، محتارين في حبك والله محتارين. كيف ستكون الكرة بعد بضع سنين؟ أكيد سيعزون الحنين، وأي حنين، حنين الأم للولد وحنين الأرض للمطر. في انتظار ذلك دعنا بالاستمتاع والتلذذ بما يقدمه للبشر. أختر من هو في هذه الكرة، وهي الأسطورة كريستيانو رونالدو. حاليا المكان مكانه، الزمن مازال زمانه. كرة لموراتا، رونالدو وحده، رونالدو جول، رونالدو جول، رونالدو 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 هو الدون. رونالدو لما يأتي رونالدو بمثابة وصول الأمتار على الأراضي من أجل الاستمتاع. أندريا بيرلو، هذا رونالدو ما بعد الكورونا بأهدافه المضمونة. من جديد بنقطة الفوز، هذا عمره 35 عام، هذا عمره 35 عام، حقيقة أقدام. شوف الموهبة، شوف القوة التهديفية. رونالدو نجم الكرة العالمية. العب يا جلاد الجلادين، العب يا قناص كل القناصين. رونالدو نجم هذا الزمان، أينما دار دائما هو في الميدان رقم واحد. كريستيانو الرهيب، رونالدو العجيب، ماكينة الأهداف العالمية أمامكم. ويمشي رونالدو، إيش هو هذا رونالدو على طريقة بارينكا؟ رونالدو بالفنيات، رونالدو بأصعب الأوقات. شوف الكرة، شوف متعة الكرة. يا سلام يا سلام، رونالدو شيء كبير يا عمري، شيء كبير يا عمري. والله مشاهدينا الكرام، يعني لما تشوف رونالدو في هذا العمر يلعب بهذه الطريقة، ماذا يمكن أن نقول؟ أنا أقول ربما لو كان أبو الطيب المتنبي معاصرا لنا لغير اسمه إلى كريستيانو، عشقا له، افتخارا به. والمتنبي هو شاعر الفخر، هو الذي قال: أنا درب الندى ورب القوافي وسهام العداء وغيث الحقود. وقال أيضا: أنا الذي نزل الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي، من به سمم. والحديث هنا عن العملاق أبو الطيب المتنبي.